فروحة حبيبة قلبي، انت عرفت ان الليلة دي نمرتك معايا؟ ايه؟ راح الفرح وجه، مالك في ايه؟ انا جاي اظبط معاك الشغل، عشان انا صاحب مبدا اهم من الشغل ظبط الشغل. بص بقى حلو، الفستان اللي انت لابساه ده تروح بيه كاتب كتاب. احنا عايزين كل حاجه تبقى باينه، كل حاجه تبقى واضحه، احنا بنتكسف من حاجه؟ عايزينك بقى تلبسي بدله حلوه كده، بدله راس، تبقى في منتهى الشفافيه، تبقي لابساها كانك مش لابسه هدوم. ايوه صح، تاخدي اختك ليلى قدوه. صح كده؟ طبعا، مراتي وتربيتي وكفاءه. ليلى دي بقى بتعرف تظبط نفسها يعني، والطلب عليها كتير ما اقولكيش، وبقول لك ايه، فاهمه شغلها وبتتقنه، مش كده برضو؟ على ود، بصي الطلب عليها على دي وانتد وانتد. انت مش مكسوف من نفسك؟ واتكسف من نفسي ليه؟ بالعكس، انا بحب الوضوح والصراحه، لازم تبقي واضحه وواقحه على طول كده. انا صريح مع نفسي، متصالح مع الذات، وانا بالذات بحب اللذات والهزات. بعدين بقى يا اخويا عايزين نغير. لا 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 بقى يا سامية، دي ما فهمتنيش. بقول لك يا بنت وضوح ووقاحه، يعني تغيروا وانا اقعد هنا على السرير. وبعدين بقى؟ وبعدين هتهزي اهلا ولعبت يا زهر، واتبدلت الاحوال وركبت اول موجه. مش قادرة هموت. البنت ليلى دي مشكلة. عملت ايه المنيلة تاني؟ علقت السكرتير بتاع الزبون اللي مأجر المكان النهاردة. ايه ده، هي لحقت؟ يا حبيبتي دي ما بتضيعش وقت، ده مش بس كده، دي علقت منه 3000 جنيه. 3000 جنيه مرة واحدة؟ اه. لا لا لا، مش هعدي المصلحة دي، انا هروح اشوف الموضوع ده. روحي روحي، عشان بيقولوا زمانه على اصول. بقولك ايه يا نادية، ما تطلعي ترقصي مكاني مع البرنس. لا بقولك ايه، انا مش قادرة، وبعدين يا ريت تعدي الليلة خلينا نخلص. مش عارفة، قلبي مش مطمن. مش عارفة ليه، انا حاسة بوجود جامد قوي النهاردة. ايه ده، انتي لسه الضغط بيوطى عندك؟ ما هو ده اللي هيجنني، كل حاجة حوالينا هنا ترفع الضغط وتجيب السكر، ومع ذلك ضغطي في الأرض زي حظي. الباشا وصل. انت زعليش مني؟ عادي، ما تاخدش في بالك، انت عارفة ان هو غصب عني. والله يا ريتها تيجي على قد كده، لو كانت جت على قد كده تبقى بسيطة. والله كل مرة بميد ايدي على واحدة فيكم بستنقص نفسي، بس اعمل ايه يا اكلي، انا مش عايز كده. قولك ايه، انسى الموضوع ده، قولي هو مين اللي جاي؟ واحد اسمه عزت. عزت؟ عزت مين؟ عزت قاسم، رجل اعمال عايش بره بقاله كتير. عزت قاسم؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تعالي شوفي يا اختي الناس اللي بره، انا مش عارفه بتجيب الفلوس دي كلها منين، ولا مع عروسه؟ العروسه لابسه في ايديها منجم ذهب، والعريس يا اختي على جمال امه قمر قمر قمر. شكله ايه؟ تعالي يا اختي بصي وانت تعرفي شكله ايه، بدل قعدتنا وسط الاشكال الوسخه دي. قومي يلا معايا. احلى مسا واحلى عريس مع احلى عروسه واحلى معازيم والناس كلها والصحبه الحلوه. يا عريس بنصبح ونمسي ونحييك يا صاحب الجلالة، اديني وسقفوله. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق، فيها خلقة عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق، فيها خلقة عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق. والله ده أنا ماسك فيها من تحت، أيوة اديني بسرعة لفوق، هوبا لفوق لفوق لفوق، اديني ايوه ايوه يا مانجا العب. سقفوا له ناس اللي يحب ربنا يسقف. يا عريس يا عريس يا عروسه، انا اسف وانا هلعب، اديني. الدنيا سيمه بطبيعتها كلها افلام، بنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام. ما الدنيا سيمة بطبيعتها كلها أفلام، بنمثل فيها وبنخرج قبل ما بننام. لو عجبك دورك تستعجب وتقول يا سلام، لو خانك حظك تتمنى، لو روحك فوق. والله أنا ماسك فيها من تحت، هوبا لفوق لفوق لفوق.
ايه مالك؟ هو مين؟ والله العظيم هو يا بنت اتكلمي. هو مين؟ العريس. انت تعرفيه؟ ايوه جوزي النصاب. ايوه. انت بتضحكي على ايه؟ على الدنيا. تعالي انا رايحه فين؟ هروح افضح امه. هتفضحي مين وهتقولي ايه؟ ولا انت فاكره يعني ان حد هيصدقك؟ ليه؟ هو يقدر ينكر؟ ده انا احط صوابعي في عينيه. طبعا يا حبيبتي هينكر. وبعدين بقى يعني ما تنسيش ان الليله دي كلها قايمه عليه، وكريم بقى مش هيسمح انه يخسر الفلوس اللي دافعها الزبون عشان خاطر عيون سعادتك. يعني ايه اسيبه؟ لا بس نفكر. لا انا مش عايزه افكر، انا لازم افضحه. اهدي كده وما تبقيش خايبه. اسمعيني بقى انا هقولك ايه. انت دلوقتي يا حلوه تخرجي تعملي نمرتك ونشوف بقى ايه اللي هيحصل لما هو يبقى يشوفك. يعني ايه؟ يعني مش احنا اللي هنبتدي، احنا يا دوب بس هنرمي الطعم وبعد كده نشوف اللي هيحصل وعلى اساسه نبقى نتصرف. بقول لكم ايه؟ العريس اللي تحت ده مسخره، بيرقص راسه غريب وبعدين دمه خفيف. في ايه؟ مفيش حاجة. قومي انت يلا اعملي اللي انا قلتلك عليه وانا هحكي لسامي على كل حاجة. تعالي. في ايه؟ قوليلي ايه اللي حصل؟ تعالي نشوف. ايه يا لهوي؟ في ايه يا بت؟ مالك بتعيطش ليه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ امشي اطلع بره. بس يا بتش بره ايه؟ ده طلع معرفه. انت عارفه مين جو؟ ده بقى اللي كنت بهرب معاه وانا في المدرسه في ثانوي، كنا بنسيعه سوا، مش كده يا جو؟ صح يا عيون جو. البيت بتاعك طلع اوسخ من خلق ربنا. ما هو عارف يبقى الشغل وقرفه كله. ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ عايزه افهم البيت ده بيعمل ايه هنا؟ انت عارفه البيت بتاعه بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه ان شاء الله؟ نصاب. وفيها ايه يعني نصاب؟ وحشه نصاب.